أخبار اليوم. رب حضرتك. مستشار حسام عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك في أخبار اليوم. كنا عايزين نعرف النهاردة أهم المشاكل اللي قابلتك أثناء الفرز. لا مفيش أي مشاكل، واليوم مشي بانتظام، والناس المرة دي غير المرحلة الأولى، في إقبال أكتر وأكثر إقبالا وأكثر فهما عن المرحلة الأولى. يعني حضرتك شايف إن نسبة الإقبال زادت شوية عن المراحل اللي فاتت؟ لا تقريبا الضعف، يعني أنا جاي لي فوق 600 صوت بعكس المرحلة الأولى، يعني معدين 25% في اللجنة ديت. مرسي، شكرا جدا يا فندم. ماشي، كتر، شكرا.